بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا محرك نتاع فيات دوبلو ملتيجات 1.3 1.3 تعطيكم عليها بسطة صغيرة. شوفوا المكونات نتاعو. طبعا اللي مقابلنا هذا كلهم البخاخات نتاعها، الأربع بخاخات هذوما اللي هما الانجكترات. نجيو شوفوا الشمعات وين جايين مقابلين بالضبط، حاجة مريحة بكدا يعني ممتازة، يعني الواحد ينجم يفكهم بسهولة تام. هذا من فوق هذه الرومب هذا كيف سهلة هي والحساسات نتاعها اللي هي تفرق المازوت للانجكترات. أنا الرومب هذه كما قلت الرومب نتاعها من فوق سهلة زادة، حتى الحساسات نتاعها سهلين فكانهم يعني بسهولة تامة. هذه المضخة الدراوليك نتاعها. عندنا من هنا المصب نتاع الزيت، فلتر الزيت، هذا التيربو، هذا حساس الهواء اللي هو الديبيماتر. عندنا هنا هذه الميموار اللي هي الكارتة كالكيلاتير جاء نعم. طبعا البطري. عندنا هنا مضخة زيت الفرامل اللي هي معها الخزان نتاع زيت الفرامل. عندنا السيرفو. عندنا هنا هذوما خراطيم نتاع الغاز اللي هما نتاع التبريد في الصيف، وهذوما التحت منها نتاع التبريد في الشتاء نتاع التسخين في الشتاء. هذوما هذا حساس نتاع الهواء هنا موجود. عندنا هذه مضخة الديزل نتاعها اللي هي المضخة نتاعها هذه تجي من تالي في الأربراكام، ماهيش من قدام كما السيارات الأخرى اللي هي، خاطر هذه كاتينة حديد، كاتينة حديد مش بلاستيك. عاملين لها مضخة الديزل من الخلف في الأربراكام، تركب على الأربراكام هي ومضخة الهواء نتاع الفرامل. الزوز هذوما يركبوا بعضهم في جنب بعضهم في الأربراكام من تالي. عندها هي كاتينة حديد من قدام، عندها من تحت المضخة نتاع الماء، وعندها المضخة نتاع عندها المحرك نتاع المكيف، وعندها الريفيجيرون اللي هو مبرد الزيت، وعندها الكاتاليزر اللي هو الفلتر البيئة من تحت. التيربو طبعا من تحت نتاعهم هذوما يسموهم التيربو الصغير، هذوما 1.3 التيربو الصغير لوطا، وفما الاخرين التيربو يجي لفوق اللي هما 1.3 يعني نوعين هذوما 1.3 هذا يركب على الاوبل ويركب على البيجو ويركب على الفيات. فيهم نوعين، فيهم التيربو يجي لوطا وفيهم التيربو يجي لفوق، نوعين هذوما في المحركات هذوما 1.3. هذا الفلتر نتاع الديزل جايين حاطينه هنا قريب. هذا الخزان نتاع زيت الهيدروليك زيت السكاتولا. هذا خزان نتاع الماء. هذا من هنا المروحة نتاع الرادياتر اللي هي عندها، هذا الرادياتر نتاع الماء، وعندها الرادياتر نتاع المكيف، وعندها من تحت الرادياتر نتاع التيربو. هذا فيها ثلاثة رادياتر فوق بعضهم. يعني محرك شوف فيه يعني واسع سهل بسيط في نحان وتركيبه، أما معقد شوية في خدمته الداخل، يعني خاطر لازم تفك الدنيا كلها باش توصل لحاجة معينة في وسط. دوبلو فيها محرك 1.3 ملتيجات يسموه، هذا يسموه محركات في الفيات، مسمينها ملتيجات.